السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من هنا من رحاب طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم إن شاء الله أنا معكم في أحد المراكز التجارية الكبيرة في المدينة المنورة والتي افتتحت حديثا ما شاء الله، مركز واو فايف، مركز يبيع أي شيء داخل هذا المجمع ب5 ريال إضافة للضريبة الإضافية 15%، فالمجموع أي قطعة أمامك ب5.75 ريال هللة. ما شاء الله تبارك الرحمن، في أشياء جميلة موجودة داخل هذا المجمع التجاري. طبعا موقع هذا المركز التجاري في حي العوالي، يعني قريب من المسجد النبوي الشريف، يمكن بينه وبين المسجد النبوي الشريف قرابة 3 كيلو تقريبا، يعني حتى مشي على الأقدام ممكن يؤتى له. ما شاء الله، هنا قسم العطور، أي عطر ب5.75 ريال ما شاء الله، اللهم بارك. وفي أشياء جميلة للسيارات، يعني قسم ما شاء الله كبير خاص بالإكسسوارات للسيارات. ما شاء الله تبارك الرحمن، الآن باخذكم على المكان نفسه لأنه أنا أصلا جاي عشان أشتري من إكسسوارات للسيارة، فقلت المرة أصور لكم وأفيدكم. يعني تخيلوا مثلا هذا الإطار أنا اشتريته من عندهم هنا، صراحة في السابق أنا كنت أشتري ب20 ريال، شوفوا أي نوع ب20 ريال، لكن عندهم زي ما شايفين مسعر هنا 5.75، يعني يا بلاش ما شاء الله. طيب وهنا عندهم أيضا اللي هي الروائح، اللي طز الروائح وأشياء عديدة، يعني حتى هذه أظن حقت الولاعات، الله يكفينا ويبعدنا عنها. هنا يعني سفنج للتنظيف، هذه 3 ب5. طبعا هذا التصوير ما هو دعاية أو إعلان، لكن قلنا نفيدكم. وهنا بعض الأشياء أيضا للسيارة ما شاء الله. أنا جاي عشان أخذ إيش اللي هي المساحات، المساحات يبيعوها برا ب25 و30 ريال، من هنا ب5.75 ريال. أهم شيء إنك تعرف المقاسات، لأنه عندهم مقاسات عديدة، فأعرف المقاس اللي أنت حتختاره. المرة الماضية أخذت عندهم مقاس 20، فطلع نوعا ما صغير، لكن هو ركب يعني، فتأخذه مقاس يعني اللي على اللي يناسب سيارتكم. تمام، وعندنا هذه التظليل، شوف التظليل هذه، أتوقع أكثر من قطعة، أو حتى إذا كانت قطعة واحدة ب5 ريال رخيصة، لكن أتوقع قطعتين. طيب أنا الآن هأخذ رقم 24 يناسب مقاس سيارتي، أو حتى 22، وعندي الصغير تقريبا 16. طبعا في مقاسات صغيرة وفي مقاسات كبيرة، فكل واحد يأخذ على حسب اللي يناسب سيارته. طيب أنا أرجع لها بعدين، لكن أصور لكم بعض محتويات المحل. طيب عندنا هنا أدوات نجارة و يعني أدوات مختلفة. السلام عليكم. ما شاء الله، شوفوا أي شيء ب5 ريال، يعني مثل هذه العدد ضروري الواحد يكون عنده عدة في البيت، أكيد حيحتاجها، الزرادية، الشاكوش، مشرط، أشياء يعني ضرورية في البيت. هنا بعض الأشياء الثقيلة، يعني 1 ب5 ريال يا بلاش، يعني برا ممكن تجدوا أقل شيء ب10 ريال. وهنا بعض عدد التنظيف أيضا زي هذه المكنسة برا، أنا ما بقارن بالأسعار اللي برا، يعني مثل هذه أنا اشتريتها يعني بحدود 15 ريال، هنا ب5 ريال.
فما شاء الله الأسعار طيبة، وإن كانت البضاعة زي ما يقولوا شبه مشي حالك، لكنها تمشي أنت واستخدامك ما شاء الله. شايفين أشياء طيبة بأسعار يا بلاش. يعني أنت إذا هنا جمعت لك 20 غرض حيطلعوا معك يعني بسعر بسيط جدا، 100 ريال 20 غرض، طبعا مع الضريبة حيزيد عليك تقريبا قرابة 20 يمكن أو ما أشبه. طيب هذا ما في غلط، هذا سعره زي ما هو. مناديل 5 ريال كويس ما شاء الله. زي هذه أظن الطقم كامل 6 حبات ب5 ريال، برا ناخذ حبة بريالين تقريبا. هذه جميل، كاسات 5 ريال يا بلاش، طقم كامل نص درزن. أشياء عديدة لسه في عندهم دور علوي ما شاء الله، الدور العلوي هذا أيضا تجد فيه أشياء عديدة. طيب حتى عندهم قسم الملابس في الأعلى موجود، لعلي كده أطلع معكم إلى الأعلى نصور لكم من الأعلى. طيب شوفوا زي هذه الأطقم ممكن تاخدوها هدايا ما شاء الله. كاسات قهوة مو كاسات، فناجين عشان ما أحد يقول ها بديت لخبص. طيب 6 فناجيل ب5 ريال يا بلاش. سبحان الله من زمان كنت بصور لكم المكان، لكن سبحان الله ما تهيأت الفرصة، ودائما إذا جيت أجي يعني أكون مستعجل. اعذرونا إذا ظهر صورة هكذا أو هكذا، يعني مشكلة الصور كثيرة في هذا المكان من نفس المحل. يعني هذا المحل من الأعلى ما شاء الله، محل كبير اللهم بارك. وهنا عندنا قسم الهدايا في هذه الجهة، وهنا الدور الثاني. طيب هنا في محل عباءات، طبعا هذا أظنه خاص مستأجر من نفس المركز التجاري. شايفين ما شاء الله. طيب هنا دعاسات ما شاء الله، البيت أيضا بقيمة 5 ريال. هنا أيضا بعض الهدايا، طبعا القرطاسية وأدواتها والأدوات المكتبية كلها في هذه الجهات. عندنا أنا أخذت من عندهم زي هذه 5 ريال، برا تقريبا ب8 ريال، يعني أسعار طيبة. دفاتر بس ما أدري كيف وضع الدفاتر، أتوقع أيوة على شكل مجموعات دفترين أو أكثر على حسب كمية الأوراق. جميل، شوفوا هنا مقلمية وشنط صغيرة ما شاء الله. هذه الشرايط، شرايط الهدايا 5 ريال، وهذه هذه يسموها المهم انتوا عرفتوها
نسيت اسمها. هنا عاد الألعاب، عندكم إذا عندكم أولاد صغار خلوهم يجوا لهنا يختاروا الألعاب اللي يبغوها، كلها ب5 ريال. ما شاء الله. هنا ملاعق خشبية أو إيش بيسموها هذي، أظن حقة عسل أو ما أشبه، هذه حقة العسل. يعني ما شاء الله اللي يدخل لهنا ما حيخرج ولا بساعتين، حيقضي نهاره كله في البحث عن مستلزمات البيت، كل ما تحتاج البيت تجده في هذا المكان. أحس أني قاعد أبالغ في الوصف، لكن حقيقة يعني أنا لم يدفع لي يعني من أجل أن أصور، لكن والله صراحة أنا أخذت من هذا المركز من مراكز ثانية، فجدا يعني مسألة التوفير يعني في فارق، خصوصا اللي ياخذ كميات هيحصل في فرق. يعني شوفوا هنا الملابس الداخلية، تأخذ مثلا ماركات ثانية ربما بقيمة 10 ريال، هنا عندهم ب5 ريال، وإن كانت الماركات يعني ما هي اللي نحن متعارف عليها وناخذها، لكنها جيدة تعتبر. نحن عادة ناخذ الدروش والأصيل، فهنا عندهم ماركات ما أدري إيش اسمها. طيب شنط صغيرة، ملابس بقي شتى أنواعها موجودة في هذا المكان. طيب هذا المكان مليء بالنساء، لذلك أحاول أني أبتعد، لكن المهم عرفناكم على المكان. طيب نكتفي بهذا القدر، لابس صغر، وإن شاء الله نلتقيكم في تغطيات أخرى، وبالله التوفيق، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.